افتتح سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية ملتقى الفريق القطري التابع للأمم المتحدة، والذي يضم وكالات الأمم المتحدة التي تعمل في مملكة البحرين لمناقشة أبرز المستجدات المتعلقة بإطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين و16 وكالة أممية مقيمة وإقليمية. ورحب سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة بالفريق القطري التابع للأمم المتحدة والحضور، مؤكدا أن مملكة البحرين تحت قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تأتي في طليعة دول العالم في التفاعل والتجاوب مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة والتعاون مع الهيئات التابعة لها. كما نجحت مملكة البحرين في تحقيق شراكة استراتيجية نوعية مع المنظمة الدولية إيمانا بالدور المهم والمسؤول الذي تطلع به في إيجاد عالم أكثر أمانا وازدهارا. وأعرب سعادته عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها حكومة مملكة البحرين في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تتبنى استراتيجية شاملة للتنمية بمختلف أبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مبينا أن الاحتفاء الدولي بالتقرير الطوعي الأول لمملكة البحرين في الأمم المتحدة مثل شهادة أممية جديدة على نجاح السياسات التنموية التي تنتهجها مملكة البحرين. كما أكد سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أن البحرين وفرت كافة السبل والتسهيلات لعمل البرامج والمكاتب الأممية على أراضيها. ونوه سعادته بأنه من حسن الطالع أن يعقد هذا الملتقى بالتزامن مع الملتقى الحكومي 2019، والهدف إلى تطوير الأداء الحكومي من خلال تحسين جودة ومستوى خدمات الوزارات والجهات الحكومية لتقدم خدماتها بأفضل الممارسات، لافتا إلى أن مبدأ روح فريق أمم متحدة واحدة يتلاقى بوضوح مع روح الفريق الواحد فريق البحرين. وتطرق سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية إلى إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين باعتباره يمثل خطوة رائدة على مستوى المنطقة لتأطير التعاون المشترك عبر برامج عملية ومبادرات واحدة، مضيفا أن مملكة البحرين تعد من أهم الفاعلين في مضمار مجالات التنمية المستدامة، واستطاعت تحقيق معدلات تنموية مرتفعة وتحسين نوعية الحياة. وأكد سعادته أن مملكة البحرين والأمم المتحدة شركاء في التنمية، معربا عن تطلعه لمواصلة التعاون مع الفريق القطري التابع للأمم المتحدة لتحقيق الغايات المشتركة.